مساء الخير والسهرة طيبة تونس الكل. الفيديو متاع اليوم كما وعدتكم صباح باش نحكي فيها على موضوع ما داولتوش وسائل الإعلام التونسية بالكل تقريبا بالكل. الموضوع متاع التسريب للزمايل متاع هيلاري كلينتون اللي هو يؤيد كونه الربيع العربي ربيع صنعته أمريكا، دوائر الاستخبارات الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية بأيادي معينة اللي هي حضرتها منذ سنوات، تقريبا منذ أكثر من 50 سنة تتعامل معها، اللي هي الحركات الإسلامية. وكي نقولوا حركات إسلامية لهنا نحكيه بالأساس على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. به الكونتوني متاع الفيديو متاع اليوم باش نحكي ساعة من الأول على الترتيب، دونك باش نحكي من الأول على بعض الميلوات، بعض الزمايل المسربين اللي حسب القرار الامريكي وحسب القياده الامريكيه اللي هي في خلاف مع هيلاري كلينتون ابارامون المده الاخرى، اللي افرجت عن بعض رسماته هي الافراج عن بعض الايميلات نتاع هيلاري كلينتون فك الفتره هذيك نتاع 2011 2012 سورتو 2011 2012 وقت اللي صار بدا معناها المخطط نتاع الربيع العربي هذا وبدا دمار الشعوب العربيه منها تونس. والحمد لله تونس جت باخف الاضرار يمكن مقارنه بدول اخرى، ليبيا ومصر وسوريا، يمكن تونس ومصر ابرك سيناريوهات. به اخترت بعض الايميلات باش نحكي لكم عليها في تسجيل بعد اني حضرت لكم سجلته، حاولت اني نترجمها هي بالانجليزيه، ترجمتها معناها كما حسب عرفي البسيط للعربيه الفصحى، وباش تسمعوها من بعد معناها تباعا وحرفيا. فما بعض الحاجات اخيرا نقلتها حرفيا على هيلاري كلينتون ولا على الاطراف اللي بعثت لها الزمايل هذيا ولا المحادثات اللي صايره بينها وبين اطراف اخرى. باهي الخطوره اللي فيها هو ساعد باش ناكدوا على حاجتين، انبطاح حركه الاخوان المسلمين اللي هو ياكد كون السيناريو هذايا سيناريو امريكي، والجوسسه والجاسوسيه. يعني الناس هذوما الاخوان المسلمين كانوا يتجسوا او يبعثوا في جلسات سرية مع وزارة الدفاع، مع المخابرات العسكرية، نحكي خاصة على مصر لهنا، يبعثوا فيها لدوائر الاستخبارات الأمريكية والوزارة الخارجية الأمريكية والهيلاري كلينتون. معناها تو عمل مرسي عمل اجتماع مع السيسي ولا مع وزير الدفاع المصري والمخابرات المصرية، ميم با ربع ساعة ويوصل فلاش معناها لدوائر الاستخبارات الأمريكية، وهذا يفيد الخيانة طبعا نتاعهم مقابل بقائهم في الحكم وبقائهم في السلطه وتنفيذ المخطط نتاعهم طبعا اللي سعوا له منذ تاسيس الحركه مع جمال الدين الافغاني ومن بعد حسن البنا الى اخره. كما قلت هذا باش يكون الجزء الاول نتاع الفيديو نتاع اليوم نتاع الوثائق نتاع اليوم، باش تسمعوه ما بنسمعوه مع بعضنا، وطبعا نستناو تعليقاتكم على المباشر كان فما حاجه نجاوبوا ونتفاعلوا مع بعضنا. طبعا التعليقات ديما نقول المحترمه، لما فيهاش كلام زايد، لما فيهاش مس معناها من الشخص ولا من الاعتداء هذاك اللي تعودنا عليه نتاع العاده نتاع جماعه الربيع العربي وايتام هيلاري كلينتون بالحق المره هذه. نرجع وسائل الاعلام توا التونسيه علاش ما داولتوش في اعتقادي الموضوع هذا؟ يا سيدي مثالش انت، ما هو موضوع هز العالم العربي وبرشا وسائل اعلام عربيه براتيكمون كلها، خاصه الا مرت بما يسمى برياح الربيع العربي هذا المشؤوم. دولته حكيت عليها لزمايل هذي، حكيت على الكونتوني نتاعها، حكيت على اللي صار الكل حكيت عليه. علاش كان تونس، علاش كان وسائل الاعلام في تونس ما طرقتلوش وما داولتوش للموضوع هذا؟ ساهل ماهل، الإجابة سهلة على الأخر، لأن وسائل الإعلام التونسية كانت منخرطة في هذه المؤامرة في 2011 تو سامبلومون. توا معناها رسول الله ولامس نتفرج في برهان بسيسي يكذب في الزمايل نتاع هيلاري كلينتون وقريب يولي مجد فيها الثورة معناها ويحكي ثورة ثورة قريب مجدها، معناها باش تفهموا أنتوما حتى الناس اللي قاعدة تدافع على المشروع هذا توا المشروع نتاع الثورة توا يدافعوا عليه ويقولوا ثورة، معناها شوفهم شكون هما برهان بسيسي وعلاقته بن علي كيفاش كانت يا أخي قبل. علاش ننساو التاريخ؟ مانيش باش نحكي توا على الحلقه اللي تفرجت فيها بكلها مؤاخذات وتنعملوا لها يعني بث مباشر خاص بها، نحاولوا نبينوا كيفاش الحلقه هذيك اللي على قناه التاسعه والبرنامج هذاك كانت معناها تحاك فيه بالحق معناها مؤامره كبرى ضد الضيف اللي سدعوها الاخرى اللي هي رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى. دونك هذا مش وقته، هاتوا نحكيو فيه من بعد الموضوع هذا. نمشي الجزء الثاني من البث المباشر نتاع اليوم باش يكون حوار لهيلاري كلينتون مسجل صوتا وصورة وبالفيديو، المذيع يسأل وهي تجاوب بالفيديو، لا هو مركب لا هو مفبرك، أي واحد معناها يطلع عليه ويشوف تو يتفرج معانا في آخر البث هذايا على الفيديو
وشوفوها كيفاش تتعامل معناها وكيفاش تحكي على اساس الحركات الاسلاميه، وتونس بالاساس كانت عندها حركه اسلاميه معتدله وحركه اسلاميه اكثر ديمقراطيه من بن علي وحركه اسلاميه ادارت الشان والبلاد والعباد بشكل طيب، وهي ما زالت في مخاض وكذا وكذا. هذا الكل ساعه الفيديو هذا باش نحطه في اطاره عنده تقريبا ما بين 6 سنوات ونصف و7 سنوات من الحوار هذا اجري ولم ينزل في وسائل الاعلام طبعا، ما شفتوش ربما على حسن النيه الله اعلم. هنا باش نعديه لكم على المباشر، وشوفوها كيفاش تحكي على الحركات الاسلاميه، وشوفوها كيفاش تحكي على ربيع العربي، مما يؤكد مره اخرى الكلام اللي باش نسمعوه من بعد شويه توا باش نتفاعلوا مع بعضنا فيما يخص الايميلات المسربه نتاعها. نسمعوا مع بعضنا التقرير اللي حضرته هذا المسجل، ومن بعدها نرجعوا للحديث على الفيديو نتاع هيلاري كلينتون او الانترفيو الصغيره نتاع هيلاري كلينتون هذيا، ولا كما قلت مش حتى من وراء السطور معناها تكتشفوا فما ترجمه بالعربيه. الناس بالنسبه للناس اللي تفهم بالانجليزيه هتو تعرفها فاش قاعده تحكي، وبالنسبه للناس اللي ما تفهمش باش تقول لنا انتم فبركتوا والترجمه غلطه، الترجمه هاكم فما تنجموا تثبتوا منها، تاخذوه الفيديو بعد البث المباشر وتعطيوها لاهل الاختصاص في الانجليزيه ولا حاجه، وتنجموا تثبتوا كونه الترجمه حرفيه والترجمه كانت موضوعيه وما فيها حتى تغيير او تحريف لاقوال المحاوره هذه نتاع هيلاري كلينتون. دونك نبداو بالجزء الاول ثم نعود. هذه نبذة صغيرة على الإيميلات المسربة أو الإيميلات اللي تم الإفراج عليها كما يقولوا ليزامريكان نتاع هيلاري كلينتون، باش نفهموا من خلالها عديد الأشياء وباش نأكدوا من خلالها الطرح اللي كنا قدمناه في 2011 و2012 و2013 لليوم بخصوص ما يسمى ثورات عربية أو ربيع عربي. من خلال الإيميلات هذه نفهموا سعى فشل الإدارة الأمريكية في التعامل مع الدول العربية ومع الشرق الأوسط، وهذا اللي ربما خلى موسكو وبكين يدخلوا في بلاصتهم في أماكن معينة في الشرق الأوسط كما شفنا الناس كل. نبدأ بالإيميل الأول اللي اخترت بعض الإيميلات اللي في اعتقادي اختيرها برشا. نبدأ بالإيميل الأول اللي هو في 22 سبتمبر من عام 2012، وكيف جيت نشوف نلقى التاريخ هذا جاي بعد 10 أيام من تفجير القنصلية الأمريكية في بنغازي. الإيميل هذا بعثته محامية أونفيت معروفة برشا، محامية دولية أمريكية مختصة في السياسات الخارجية، تنجموا حتى تبحثوا عليها على جوجل تكتبوا اسمها آن ماري سلوتر هكا اسمها، بعثته لهيلاري كلينتون تقول فيه حرفيا: لقد كنت في بالي كثيرا طوال الأسبوع الماضي، أعرف شعورك الشخصي بفقدان الأرواح والموظفين المتفانين لديك، وأن البعض ينتقدك لتعريضك حياتهم للخطر، ولكن وسط كل هذه الانتقادات أعتقد أن ما حدث في الواقع يبرر سياساتك وممارساتك. ومن حيث سياساتك تجاه الثورات العربية، على الرغم من أننا شهدنا هجمات وحشية من قبل القاعدة في سفاراتنا في كثير من الأحيان وبالأخص في كينيا وتنزانيا مع خسائر في الأرواح، إلا أننا هو هذا المهم في اعتقادي لفيه عمالة كبرى من بعض العرب طبعا الإخوان هنا نحكيه، إلا أننا لم نرى قط مواطنين محليين في تلك البلدان يتظاهرون نيابة عنا في الشوارع كما رأينا في ليبيا طوال الأسبوع. أن يحمل الليبيون لافتات تقول نحن آسفون أمريكا هذا لا يمثل الإسلام هو بالضبط الغرض الذي نقوم به، وهو أملنا عندما دعمنا التدخل الليبي. واتخذ العديد من المدونين والمغردين الليبيين نفس الموقف في الأخر تقولها: مع كامل تعاطفي حافظي على هدوئك وتقدمك. نمشيو للأخطر، يعني بديت بالليميل الأول اللي فيه كما قلت هذه كلام حرفي للمحامية هذه. الليميل الثاني بتاريخ 14 جويلية 2011، وهو في اعتقادي كما قلت من أخطر الوثائق اللي فيه مسربة. كانت هيلاري كلينتون اجتمعت مع محمد مرسي زعيم الإخوان في مصر للتهنئة بالفوز بالانتخابات التي جرت، وهنا الاختير اسمعوا لهنا: وقد تضمن اللقاء عرضا بإرسال فريق من الشرطة وخبراء الأمن الأمريكيين في مصر بشكل سري لإعادة هيكلة جهاز الشرطة المصري. هذه حرفيا فما خيانة معناها أكبر من هكا به. الخطير في الوثيقة هو أنها تكشف مخطط الإخوان تجاه القوات المسلحة الذي يبدو أنهم أرادوا على غرار النموذج التركي الإطاحة بقيادات الجيش المصري في ذلك الوقت، وتصعيد جيل جديد من القادة الصغار المؤيدين للتنظيم الإسلامي. التنظيم الإسلامي هو حركة الإخوان المسلمين اللي ربحت في الانتخابات وقتها. وفضحت وثيقة أخرى الاجتماع جمع بين مرسي وبديع بكبار الحقوقيين في 25 نوفمبر 2012 في محاولة لتوضيح دوافع الإعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر 2012، وتضمن تقليص سلطة القضاة للحد من الاحتجاجات المناهضة للإعلان الدستوري. به اسمعوا مازال:
تسريب الجلسات السرية لواشنطن لم يقتصر فقط على تلك المتعلقة بقادة الجماعة، بل إنها امتدت إلى الجلسات التي كان يعقدها مرسي بعد توليه الرئاسة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وهو أمر كشفته بعض الوثائق المسربة من إمالة هيلاري كلينتون. على سبيل المثال، الوثيقة اللي صدرت بتاريخ 10 أفريل 2012، وأخرى بتاريخ 12 جوان 2012، وأخرى بتاريخ 14 جويلية 2012، ورابعة بتاريخ 21 سبتمبر 2012. تفيد كلها الأربع وثائق هذه، تفيد أنه كل الاجتماعات السرية لمرسي رئيس مصر وقتها بينه وبين القيادات المسلحة ووزير الدفاع كلها كانت تمشي فلاش لدوائر الاستخبارات الأمريكية. وتشير الوثائق أن هنالك شخص يقوم بإطلاع الإدارة الأمريكية باستمرار على رؤية الإخوان ومرسي للأوضاع الداخلية ومخاوفه بشكل التهديدات المحتملة لنظامهم، حيث تشير وثيقة بتاريخ 6 فيفري 2012 إلى مخاوف الجماعة من التهديدات التي تشكلها منظمات المعارضة في مصر. وثيقة أخرى بينت، هذه بتاريخ 23 سبتمبر 2012، تعرض مرسي للتوبيخ والتهديد من قبل الإدارة الأمريكية بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدها محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة في سبتمبر 2012. وهذه كما قلت هذه على لسان هيلاري كلينتون في البعض من الإيميلات متاعها، عطيتكم توا الريزومي متاع البعض من الإيميلات اللي قريتهم باللغة الإنجليزية. وحسب ما جاء في الوثيق، صرح مرسي لمسؤول في الاتحاد الأوروبي يوم 14 سبتمبر أنه تعرض للهجة سيئة جدا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، وهو أمر جعل العلاقات المصرية الأمريكية وأكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية على المحك. ونظرا لأن جزءا كثيرا أو كبيرا من هذه المساعدات يذهب إلى الجيش المصري، فقد اتفق هو والكتتني على أن هذا قد يضر بالعلاقة مع الجيش. لذا أصدر مرسي تعليمات للجيش وقوات الأمن باستخدام القوة اللازمة لحماية كل المنشآت الأمريكية والغربية في مصر. الوثيقة نفسها ولا مكتوب عليها سري للغاية تكشف اضطراب العلاقات ما بين الإخوان وحزب النور السلفي في مصر، إذ أعرض مرسي لمسؤول الاتحاد الأوروبي عن ظنه أنهم وراء تلك الاحتجاجات. يعني لهنا قال للاتحاد الأوروبي أن حزب النور والسلفيين اللي في الشوارع هما اللي وراء الاحتجاجات هذه. وهنا نحب نأكد حاجة، كيف راهو اللي صار في تونس، لهنا نحب نأكد حاجة، هذا نفاق متاع الإخوان المسلمين. معناها يجيوا يقولوا للسلفيين، حزب النور في مصر، حزب النور حزب سلفي في مصر، حزب سلفي متشدد، نتفكر وتابعنا الإعلام المصري وتابعنا حتى تحركاتهم في على مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهاتهم إلى آخره. دونك هنا نفاق الإخوان، يعني يقولوا لهم إخوان وسلفية احنا يد واحدة، وهما يضربوا فيهم تحت الحزام قدام المنظمات الخارجية البر. هذايا من أجل إظهار أن حكومته غير قادرة على حماية الأفراد والمنشآت الغربية في مصر. لذا طالب مرسي السيسي بتوظيف قادة المخابرات العسكرية لتكثيف عمليات جمع المعلومات عن أنشطة حزب النور، عن أنشطة قيادات معناها حزب النور. كشفت وثيقة أخرى عن تعاون ما بين إدارة أوباما وقطر لإطلاق صندوق استثماري مصري أمريكي يستخدمه الإخوان كوسيلة للتدخل في الدول العربية في المنطقة بمساهمة أولية قدرها 60 مليون دولار، ثم ضخ 300 مليون دولار أخرى كمساعدات من الكونغرس الأمريكي على مدى 5 سنوات. وبالمناسبة هذا الكل صار في مصر بالملموس، معناها الوثائق المسربة من إيميلات هيلاري كلينتون في اعتقادي صحيحة. فضلا عن 2 مليار دولار تعهدت بهم قطر لمصر. هك الصندوق هذاك، نفكركم هك الصندوق هذاك اللي تم تأسيسه بالفعل في سبتمبر 2012 دون أن يتم حينها الكشف عن تفاصيله. وتشير بعض الوثائق الخاصة إلى زيارة قامت بها هيلاري كلينتون إلى الدوحة في في 1 ماي 2011 بالتحديد، وغادرتها مساء 2 ماي 2011. وتضمن برنامج عمل للدوحة اجتماع، أو برنامج عمل للرحلة اجتماع خاص في فندق مع المدير، حتى الفندق مذكور اسمه في الإيميلات المسربة، مع المدير العام لشبكة الجزيرة القطرية اللي هو وضاح خنفر، والمدير العام لقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية اللي هو توني برومان. وأعقب ذلك اللقاء مع إدارة مجلس الجزيرة في القناة، شاركت فيه القيادة القطرية للشبكة، وتضمنت المناقشات زيارة وفد الجزيرة إلى واشنطن. واختتمت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس الوزراء القطري السابق أنذاك اللي هو حمد بن قاسم الثاني، واللي اعتبرته الإدارة الأمريكية صاحب السلطة المطلقة. بخلاف إحدى الوثائق هذه، كله برشا راهم وثائق، هذوما البعض من اللي حبيت أني نترجمهم ونوصلهم. بخلاف إحدى الوثائق اللي تحدثت على توكل كرمان، هذه اللي اعطاوها جائزة نوبل للسلام، وهي أنفيت المرأة اليمنية اللي كانت قايدة بين المتظاهرين في اليمن وقتها، وتأكد أنه هيلاري كلينتون قد زارتها بالفعل، زارت توكل كرمان هذه، وأنها تسلمت
بيدها تسلمت تمويلا من الحكومة الأمريكية لمنظمتها اللي اسمها صحفيات بلا قيود، طبعا في إطار دعم للخراب اللي صار وقتها واللي قاعد يصير في العالم العربي وفي بلدان وفي الدول العربية. باهي هذوما كما قلت راهم ليسوا بوثائق، ليست بوثائق مسربة، إنما وثائق تم الإفراج عليها كما قالوا من طرف القيادة الأمريكية في الفترة الأخرى، وتوتر العلاقة بين كلينتون والرئيس الأمريكي ترامب إلى آخره. كلينتون هذه اللي كانت وزيرة الخارجية الأمريكية من 2008 حتى 2012، هذا الدور اللي لعبته كلينتون لخراب الدول العربية، لتقسيم وتشتيت أواصر المجتمعات العربية، للفتنة اللي صارت في المجتمعات العربية عن طريق الإخوان المسلمين اللي هما الورقة نتاعها طبعا والورقة نتاع أمريكا، واللي هما كانوا محضرينها دوبوي معناها قبل برشا مش من توا، معناها العلاقة ما بين دوائر الاستخبارات الأمريكية والتنظيمات الإسلامية، اللي هنا نحكيو على الإخوان لأنهم هما يلوجوا على تنظيم دولي، مش في كل بلاد فما تنظيم، هما حاشتهم بتنظيم جماعة، يعني التنظيم يكون دولي، الكلمة تكون موحدة في كل الدول اللي يسيطروا عليها الإخوان. دونك العلاقة كانت بين شد وأخذ، شد وجذب، معناها في ما بين أمريكا كما قلت، ما بين دوائر الاستخبارات الأمريكية والإدارة الأمريكية، وهالحركات هذه منذ 50 سنة العلاقات هذه معناها كانت عبارة على علاقة شد وجذب. المهم الكل يصب في صالح الإدارة الأمريكية طبعا، مش على خاطر سواد عيون العرب ولا حاجة. بون هذوما البعض من التسريبات كما قلت، والبعض من الوثائق اللي لقيتها في الإيميلات نتاع هيدا. باهي كما قلت لكم هذه البعض معناها من الايميلات نتاعها والبعض من عماله الاخوان المسلمين، حركه الاخوان المسلمين اللي هي اكبر داء حل على العالم العربي الكل بعد 2011. باهي شفتوا كما قلت هذيك راهو البعض، معناها فما اخرين، فما دي زميل اخرين، اما هذوما الا انتقيتهم واخترت اني نوصلهم لكم، وهني قمت بدوري اعتقد على احسن ما يرام، معناها هني ما خبيت حد شيء على التوانسه، وهني قمت بالدور اللي قاعد نقوم فيه ديما، وهذا داير الكلام هذا راني قلته من 2011 مش من تو، قلت راهي مؤامرة وهذا موثق، التسجيلات والمداخلات الإذاعية والتلفزية موثقة كلها على قناتنا على اليوتيوب، اللي يحب يشكك ينجم يرجع لقناة اليوتيوب ويرجع بالتواريخ لقدم هذوكم هاتوا يسمعنا شنو قلنا على ما يسمونه ثورة وربيعا عربيا، هذا قلته من 2011. وهو توا جات لزميل هذوما واكدت الكلام نتاعي، واكدت كونه اللي صار الكل مؤامره على العالم العربي، واللي صار الكل الهدف نتاعو هو اعاده تقسيم الشرق الاوسط، تقسيم جديد عملته امريكا، الا الحمد لله معناها افشلوا الدوله السوريه ساعه بدرجه اولى، وصمود سوريا وصمود الجيش العربي السوري بقياده بشار الاسد، والسيناريو المصري طبعا والاراده الشعبيه المصريه العظيمه اللي خرجوا اكثر من 30 مليون مصري لميدان التحرير واحتلوا الشوارع، معناها مطالبين بإلغاء حكم الإخوان، إلغاء حكم المرشد وإبعاد الإخوان وقطع دابر الإخوان، خليني نقول من مصر. هذاك علاش خول الملاين معناها المسارة خولوا المؤسسة العسكرية أنها تتولى الحكم في مصر، وهذا ما أفشل وأفسد المخطط الأمريكي لتقسيم إعادة تقسيم الشرق الأوسط والاحتلال مصر وكل القوى العظمى في المنطقة العربية وإضعاف جيوشها ومخابراتها العسكرية، ونعرفوا احنا مصر وتاريخ المخابرات العسكرية وتاريخ الجيش المصري العظيم، نتفكروا سينا 73 ونتفكروا عديد المحطات التاريخية، إلا الحقيقة معناها تشهد للجيش المصري بالوطنية ومعناها إلى آخره، بالكفاءة وبالقوة وبقوة المعلومة وبقوة ردة الفعل إلى آخره. بون حبوا يضعفوه إلا أنهم أفشل هذا المخطط، هذه حقيقة معناها ما ينجم ينكرها، ما عاد ينجم ينكرها حتى حد. تو نتفرجوا مع بعضنا في الفيديو نتاع هيلاري كلينتون، كما قلت لكم الانترفيو صغيرة، واسمعوها، اسمعوا كل حنية في حديثها على الحركات الإسلامية، اسمعوا كل حنان الكبير في حديثها على الإخوان المسلمين في مصر، اسمعوا هذه الكل اسمعوا، قالت لك التقيت بهم والتقيت بالشباب والتقيت والتقيت والتقيت، معناها شنو اللقاء نتاعها هيلاري كلينتون تجيب الذمه من امريكا باش تقابل سواديزون شباب ثائر وباش تقابل كذا، دونك هذا الكل معناها مؤيدات واضحه بالنسبه للناس اللي تشكك في الايميلات هذه وتشكك في المؤامره اللي صارت في العالم العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا وغيره، راهو واضحه هذه مؤيدات واضحه، راكم تسمعوها تو تتفرجوا عليها على لسانها هي هيلاري كلينتون، اسمعوها كيفاش قالت، وهكا الترجمه كما قلت بالناس اللي ما تفهمش بالانجليزيه، ترجمه بالعربي من اللوطه نورمالمون شوفوها واضحه، حاولت انها الكتيبه تكون اكبر. باهي نسمعوا وتفرجوا عليه مع بعضنا الفيديو هذا ونرجعوا. Let's switch to the Middle East. The so-called Arab Spring broke out on your watch.
What's your take on it after 3.5 years? And what do you say to those who say, look, we inherited a flawed order in the Middle East, and what we've helped bring about is an even more flawed disorder? Well, I think there is some truth to that, but it's not the whole picture by any means. And it's probably, you know, this is always an escape hatch for anybody asked a question like this. It's probably too soon to tell, but I can certainly share my observations and experiences. If you compare the different places where this occurred, there are different reasons why maybe not as much progress has happened as we would have liked, but there are some commonalities. Take Tunisia, Libya, Egypt. Very different settings for the Arab Spring. Tunisia, which had a middle class, basically, lots of poverty, lots of wealth, but they had a solid middle class. They had laws which enshrined equality for women in Tunisia. They had an Islamist movement, but it was not extreme. It was much more based in an intellectual, if you will, approach to using Islam as an organizing principle for a new state post Ben Ali. And they've had a rocky, but I would argue successful transition. Now, they still have to make it sustainable. They've got a constitution which has been agreed to by all the different parties. They've changed governments a few times and it's been peaceful. So a lot of observers are looking at Tunisia to see how they manage moving forward. Compare that, of course, with Libya, where the 42-year of rule of Gaddafi hollowed out the country, hollowed out the institutions, drove into exile people who could have contributed post-revolution. When Gaddafi fell and the revolution was successful, there were some very promising early signs. That first election was well done, carried out according to international standards, and the winners were largely moderate secularists. And then what happened is when you can't perform the most basic function of a state, in other words, provide security, you're going to have all those tribes who had allied themselves predominantly with the rebels trying to figure out what's in it for them. And I've met some of them. And, you know, they were united by their hatred of Gaddafi, but little else. And so now there's an effort to try to assert state security over this range of militias and tribal organizations. So the jury is out. We don't know. It's a rich country. It has the resources. If it can get itself organized, it's supposed to have an election toward the end of this month. We'll watch. Compare that to Egypt. You know, the revolution in Egypt was leaderless. It truly was run by young people. They were motivated and organized through social media, but they were not political. And when I went to Egypt shortly after the fall of Mubarak, I met with several dozen leaders, so-called leaders of the Tahrir Square Revolution. And I asked them, I said, well, so who's going to run for office if there are elections? Well, we don't do that. Well, who's going to organize a political party? That's not our job. Our job was to protest, demonstrate, and bring down the dictator. I said, well, you realize there are only two organized forces in Egypt, the military and the Muslim Brotherhood. Oh no, others will rise up. There will be an election that will validate the revolution. I was pessimistic and I think realistic. We had quite a exchange, some have called it a shouting match, because I was just appalled that there was no political element to this revolution. Fast forward, we went through the Muslim Brotherhood, we went through the uprising orchestrated by the military to remove the Muslim Brotherhood, and now the military is back. And Egypt faces an enormous amount of internal opposition and I think extremism, so we'll watch, we'll see how that unfolds. But given what you just said, did we not, maybe should we have been a bit slower in our haste to push out Mr. Mubarak? You mentioned in the book your concerns about that and your support for some of what Frank Wisner was trying to do. Or in the case of Libya, if we were going to participate in the ousting of Gaddafi, ought not we have been prepared to have done more
the follow-up, almost Colin Powell's rule about Pottery Barn, we helped break it, but we didn't really help put it back together. Well, on Libya first, that's not accurate. We did try. We tried very hard to help them secure their borders, to help them follow our advice along with our European and some of our Arab colleagues in the action against Gaddafi, to begin to assert security. That is a perfect case where people who've never had that opportunity to run anything, manage anything, even participate in meaningful politics, understandably are not even sure what questions to ask, let alone what answers to take. There was reluctance to accept too much Western help. And we did accomplish a couple of very good objectives. We removed some of the stockpiles of WMD. We got some important work done, but not near enough. And we're still at it. We're still trying to work with whoever is going to be in the government. On Egypt, you're right. I detail in the book, I had a lot of apprehension about just throwing Mubarak out of office, not knowing what was going to come next, or not helping to prepare a more orderly transition. And I was the one who suggested, I along with Bill Burns, that we send Frank Wisner, who knew Mubarak well. I also called the Sultan of Oman, who knew him well. I was trying to urge other voices to tell Mubarak to move more quickly to demonstrate, number one, he would not run again. Number two, his son would not run again. Number three, there would be a process of inclusive consultation that could lead to reform. We couldn't persuade him to do that. And at a certain point, you know, the president and other other leaders spoke out and said he had to go. But I remained apprehensive about what would follow. You describe it. به يظهر لي شفته معناه تفرجته وشفته يظهر لي الكلام ماهوش من عندي يظهر لي الكلام هانو قالته هي بيدها صانعة الربيع العربي ربيع الخراب والدمار الربيع المشؤوم هاكم شفتوا وسمعتوا وبربي رسالة لوسائل الإعلام التونسية يا سيدي مثال تحبوا تحكيوا ما متحبوش تحكيوا عليه الموضوع ولا خايفين من شنو خايفين مثال اترقوا لها لميلات نتاع هيلاري كلينتون اترقوا للمحتوى هذا وقولوا راهي ربما تكون صحة ربما غلط المهم اعلموا التوانس شنو هو فما قولوا لهم واجهوهم قولوا لهم رانا ضحكنا عليكم في 2011 رانا سوقنا لكم كذا وهو فما كذا قولوا الشيء هذا قولوا وتجي نهار وتتكشفوا وشكون وراكم وشكون اللي عطاكم الفلوس وشكون دعمكم القنوات كلها تجي نهار وتتكشفوا معناها ماهيش باش طول برشا الحكايه مع توا الشيء اللي قاعد يصير في امريكا والشيء اللي قاعد يخرج الصراعات اللي في امريكا اللي هي في صالحنا احنا كعرب باش نعرفوا شنو اللي صار في بلداننا وباش نعرفوا الانقلابات اللي صارت في بلادنا هذه فرصه جيده معناها ربما مصائب قوم عند قوم منافع به هاكم سمعتوا توا حاولت اني نتطرق له الموضوع وانير الراي العام بلا نجم من المنبر اللي نجم منه مش لازم هذا لانه الكلام مش باش طبعا مش باش توافق عليه وسائل الاعلام معناها مش باش توافق انه يتقال على المباشر دونك بربي كالعاده معناتها اصحابي واحبابي اللي يسالوا فيا توا ولا قاعدين يبعثوا لي في دي ميساج بريفي شبيك ما تتكلمش في اذاعه وما تقولش الكلام هذا في اذاعه او في منبر تلفزي نتحدى اي منبر تلفزي انه يتكلم بالكلام اللي قلته توا ولا انه يعدي يمرر الشيء اللي قلته توا ولا انه يحكي على المحتوى نتاع الايميلات هذه نتاع هيلاري كلينتون ما فماش دونك اني وصلته بلا نجم قمت بدوري قمت بواجبي مش مشكل ما يتفرجوش عليه مليون يتفرجوا عليه 100,000 200,000 بالنسبة لي كافي وشافي وظافي على الأقل رسالة وصلت وبلغت لعدد هام من التونسيين يظهر لي اللهم أني بلغت اللهم فشهد هاني وصلت اللي عندي هاني وعدت كما وعدت برشا بعثوا لي على الخاص بربي أحكينا عن الإيميلات نتاع هيلاري كلينتون بربي أحكينا عن الربيع العربي هاني حاولت نحكي بمنظور واضح على الأقل وبمؤيدات نشوفها دامغة ونشوفها واقعية ومقنعة إن شاء الله سهرة طيبة مرة أخرى وإن شاء الله تصبح على خير وتحياتي لكل أيتام هيلاري كلينتون اللي توا قاعدين يسبوا فيها في التعليقات وقاعدين يبعثوا لي في مساجات نتاع سب وثلب وشتم على الخاص سهرة طيبة مش باش نقول لكم كما قلت انتم موتوا بغيظكم اما ميسالش اسمعوا وعاودوا اسمعوا لعل ترجعوا لرشدكم ولعل تفيقوا بالمؤامره اللي قاعده تحاك ضد تونس لحيكة ضد تونس وما زالت تحاك ولا انتم ما زلتوا تأيدوا فيها بتأييدكم لبعض الوجوه الثورجيه قليل التربيه وقليل اللحيه اللي قاعدين يخرجوا يسبوا في زملائهم وقاعدين يتهجموا على وزارات السياده ويتهجموا على سياده الدوله التونسيه ويتهجموا على كل مؤسسات السياده في تونس ان شاء الله على الاقل المره هذه يوصل لكم المساج بالباهي هاني سامعت الربيع العربي شنو قالت لكم وهو المحتوى نتاع لي زميل نتاعها وتصبحوا على خير